السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا الدرس الثاني، غادي نشوفوا التمرين الثاني في السيريا، السيري نمرو أن. ألوغ كيما قلنا التمرين الثاني كيهضر على السوستراكسيون بار سوستراكسيون سكسيسيف. ألوغ غادي نبداو بحال التمرين. اول حاجه خصنا اللي هي لي دو نومبر اللي غادي نديرو ليهم لا سوستراكسيون سكسيسيف، اللي هي نومبر 1 نومبر 1 اي نومبر 2 اي نومبر 2 افيك نومبر 1. هذا الشرط، هذا الشرط اللي هو تكون كبر من نومبر 2. هنا اول حاجه خصك تحصل على هذا، هادو يدخلهم لك المستعمل ديال البرنامج. ارور اول حاجة هي اكرير خصك تافيشي المستعمل ديال البرنامج، هاد الرسالة باش هو يفهم براسو ويدخل لك النمبر اللي خاص البروغرام باش يعطيك هو كوسيو ولو راس ديالو. ارور اكرير اونتخي لي دو نمبر افيك، كتعطي هاد الرومارك هادي باش هو يفهم انه خصو يدخل العدد الاول كبر من العدد الثاني. Alors, les deux nombres avec nombre 1 plus grand que nombre 2. Deuxième chose, c'est lire. Lire, c'est le chiffre de les deux nombres de la mémoire 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 de la mémoire. Troisième chose, c'est la proportion. La proportion, c'est que le bout est initialisé, c'est 0. السبب علاش دابا نشرح لكم السبب، ولكن ماشي دابا تندخلو طونكو واش فهمو علاش ندخلو طونكو. طونكو كيف ما قلت لكم طونكو طونكو راه هي سي، ولا جيتي تشوف طونكو طونكو راه ايكيفالونس تقريبا ديال سي. الفرق شنو هو؟ سي ملي كتكون كتخدم بيها سي فانسي، السي ملي كتخدم بيها وكان هذا صحيح كدير كتشيل هنا وكتمشي في حالها، بينما طونكو ملي كتكون خدام فيها هنا في طونكو كتكون خدام فيها وكدير كتشيل الوسط ما كتهبطش، كترجع عاوتاني وكتحقق من الشرط ولي كانترو كطبق المرة التانية وكتوصل عاوتاني لهنا ما كتهبطش كترجع عاوتاني كتحقق الى ما لا نهايه. هذا هو الفرق بين طونكو وسي، هي نفسها غير الاخرى كتمشي في حاله والاخرى كتسمى بوب يعني حلقه. ما دام هذا الشرط هذا صحيح فهذا الشيء كيطبق اللي كاين هنا. وين طونكو عرفناها، ما دام ان النمبر ان اكبر من النمبر دو، نفترض ان المستعمل دار النمبر ان إيكال 16 إي نومبر دو إيكال 3. أش غادي يدير لنا البروغرام؟ غادي يعوض نومبر أن في الميموار ديالو، غتولي كتساوي 16 ناقص 3 اللي هي القيمة الشكيلة 13. يعني في الميموار ديال البي سي شد نومبر أن ويعوضها بهاد القيمة هادي اللي هي 13. يعني دابا مبقاتش عندنا نومبر أن 16، ولات عندنا نومبر أن 13 حيت هو قام بهاد العملية. نجيو للعملية الثانية، العملية الثانية شنو هي؟ الروكورسيون. ولا عندنا الروكورسيون، كيساوي شنو؟ كيساوي زيرو بلس ان. الزيرو هادي من جبتها الزيرو ها هو الروكورسيون، راه عندنا كيساوي زيرو. نفترضو ان هاد الزيرو ما كانش عندنا، ما حطيناش على هادي، باش غادي يعوض البروغرام في المنطقة هادي؟ ما عندوش باش يعوض، لهذا نضطري الى اننا انيشاليزيو بزيرو. وعلاش بزيرو؟ حيت السبب انك ما تاثرش على هاد القيمه هذه، يعني زيرو زائد واحد كتبقى واحد، ما كتاثرش على هاد القيمه. الا درتي 6 غادي تاثر وغادي تولي 7. هذا هو السبب علاش اننا درنا هادشي. الوغ نمشيو دابا القيمة الجديدة ديال النمبر ان اللي هي دابا ولات 13، والكوسيون ولا
واحد. لا راح تشوفنا اش كنديرو هاد الطونك هادي شنو كديرلي. بحال اللي قلتو هاد الطونك كتحسب لنا السطورة اللي كنا شفناهم هنا هاد قليلين، باش كنرقبهم ليكم كبيرة، واحد جوج توصلنا لخمسة. هاد لو نومبر ديال اللي دين راه هو بروبورسيون، كل عملية كتزاد وحدة، في كل عملية كتزاد وحدة، يعني الروبورسيون كتزاد. راح تشوف العملية التالية. دابا ولات عندنا على العملية الأولى النمبر أ ولا 13، والبوسيون بدا واحد، هذا رقم واحد في لين واحد. شوف دابا في العملية الثانية، غير غادي يوصل طونكو غادي يرجع، يتأكد من هذا واش ترو ولا فولس. أي لقاه ترو، حيت 13 بار أكبر من 3، غيدخل. واش غادي يدير؟ غادي يعطي النمبر أ تولي شحال، 13 ناقص 3 اللي هي 10. هادي شي بدا تاني كاك، اش غادي يدير ليها؟ الكوسيو دابا مغاديش يعوضو بزيرو، اتونسيو، الكوسيو دابا راه ولات عندك تساوي واحد، تكون تحدي راسك، غتولي دابا جوج، يعني واحد زائد واحد هي جوج. غيبقى غادي 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 تيوصل لخمسة، صفر خمسة، اللي هو هذا النوبر شحال يولي؟ يولي واحد، يولي واحد، يجي اي بغيت يتأكد من الشرط. يبقى واحد اكبر من ثلاثة، الور الشرط خاطئ، هذا فلوجيك شرط خاطئ، الور ما غاديش يطبق هاد الشي، ويخرج في حالو ويدير لك يكرير، مع العلم ان القوستون هنا الاخر كيقول لي يساوي خمسة، ماشي فهمت، ماشي هاد الطرف في البلاصة اللي في القوستون كيقول لي يساوي خمسة. الور ملي كيسالي من هاد العملية هادي كيدخل واحد إكرير، إذا يعني غتأفيشي للمستعمل البرنامج النتيجة اللي هو بركوسيون. بركوسيون في التعوض ديالها هي خمسة، ولو ريست، لو ريست شناهو لو ريست؟ لو ريست هو النمبر الأخير اللي بقالنا، يعني هو ملي تبقى يدور في طونكو كيدور كيدور كيدور، في الأخير هاد النمبر متيبقاش في العدد الحقيقي ديالو 16، ارتفاع ينقص 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 يوصل لواحد. الور هاد واحد هو لو ريست، فتقولو لو ريست ايكال نومبر ان، و لو كوسيون ايكال كوسيون، و هادشي كيتعوض في الاخر، كتولي هادي خمسة و كتولي هادي واحد، و كتخرجلو النتيجة بكل بساطة، كتخرجلو النتيجة. ولكن هاد النتيجة هادي راه يمكن تخرجها بطريقة سهلة، تجي تقولو نمبر ان، تقولو نمبر ان سير هادي في الطريقة العادية، سير نمبر دو، الخارج هذا هو الكوسيون، هذا هو الكوسيون، وكومسا. والمهم بلا ما ندخلو في هاد الاختيارات هادو، وصلنا لسيدنا محمد ولا لي وصبي جمعين.